نقولوا ان التعودات العائليه كيستافد منها نقولوا حنايا الطفل، قلنا ان صاحب المعاش مازال على قيد الحياه كيستافد منها حتى ولو سن 21 سنه تعودات عائليه. اما بالنسبه لي راه البلوغ 21 سنه تمضغص ولا ما تمضغش ما كياخذ المبلغ ديالو مازال ان الاب ديالو مازال على قيد الحياه، ولكن اليتيم لا، اليتيم اذا توفى مثلا توفى الوالد ديالو وكان عنده غير 16 عام وما كانش كيتمغرس راه كيتحرم من 50% من المعاش ديال الباه وكيتحرم ديك التعويضات العائليه. تفهموا؟ اذا جوج نقطات، اذا كان مثلا القضيه ديال اليتيم المعاق كتبقى عنده التعويضات العائليه ديالو والمعاش سالم مفعول، ولكن اليتيم ما كيكونش عنده اعاقه هو اللي كيتحرم التعويضات العائليه وكيتحرم 50% من حق المعاش ديال الباه. استاذ واش هادشي اللي كان خاصك تسمع ولا كاين باقي شي توضيح اخر؟ واش بالضبط هاد النقطه هادي؟ هاد اليتيم واش عنده شي سيم؟